قال ممثل السلطات الأمنية الروسية إن القوات المسلحة الروسية دمرت وحدة معادية أوكرانية في مقاطعة كورسك. ممثل السلطات الأمنية وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك أضاف أنه تم تدمير مجموعة من 16 جنديا من الكتيبة الهجومية المنفصلة 225 التابعة للجيش الأوكراني قرب قرية كريميانو في مقاطعة كورسك، وأوضح أنه تم القضاء على وحدة العدو في الغابة، وهو ما أكدته لقطات مصورة من طائرة مسيرة.